التعاونيات احنا عدلنا لهم بعض من القروض الميسعة من اجل تساعدهم عدلنا التوكينات في التخصصات اللي هم قدوا مشاريع سابقة على مدار الدخل كونا بلقاء الخياطة كونا بلقاء عند مرسة الحمد لله حالا مستوى جيد ماكينة تطوع من أجل عندما تتخرج عنده لها مختصة ترازة عينة من الخياطة وتبيعها في السوق. هذا ما قد عدلوا هذا المكان لا تعليم في صالة تأخير لغاية حال قدم من 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 الخياطة يحتاج للمعدات لتطور من هذا. إحنا عندنا نقص ذلك عنهم بعد الحمد لله يكونوا فيه وحال عندنا دو عمل خارجي كان بعض السنين أنتم البروجكتات شو في بيت البروجكتوكم العمل اللي عدل الناس كاملة وأنتم جايين في سيارة مختطرة معناته أن هذه الناس اللي هم بداية مركز السنة كونا 932 طالب مش فرقة مجالات خارج 6% منهم حالا في السوق في مركز أمومية والأخرين في بريفيشن قالها خصوصية والأخرين ما جمروا شيء إحنا كنا نقتلوا كل دفع خرجنا عدوا لها عمل عدوا شوية عمل غير الإمكانيات اللي حايلة بينا الأفكار اللي عندنا والأمور عندنا هاي ولا شيء قال واسف الرياضة أجهزة متطورة وآلات عصرية في المجال ونفس الوقت إحنا عندنا حالة كنا تكوين ومراقبات الكاميرا خرجنا الدفعة يوم 10 ديسمبر الماضي في الحالة هذه من حالة يشتغل حالة في مشروع تركيب كاميرا خارجي من المركز هذا هو السيارة محل السيارة الأجهزة التركيبة وهذا بالنسبة للمعدات المخزنة في الأدلات يشتغلوا على أساسه عندهم البروجكتات اللي هي مكونين أكاديميين
في ورشة الحلاقة. عندنا الافكار اللي قالوا على مستوى السباق او الاتجاه
عندنا توسيع وزيادة الآلات في بعض الخياطة، ولين قال كسكس وعندنا فكرة لأن نقول ماركز كيف ماركز مقاطع والله مثال صناعة الكسكس من مكان تجيب الكسكس وصناعته عن الطريقة الحديثة عن الطريقة التقليدية القديمة عندنا. قصدك يعني مثل التنشيف يعني؟ التنشيف والمكاين. مكاين الطبخ. كيف حاويات آليات الاحتواء نقول عندنا فكرة أن تم الصدر يشتغلوا الجوار وكما يجب أن يكسب المحرك سريعات إلى غير ذلك. وهي قد يكون فكرة محمد أن أنت بعدين إن شاء الله مع يعني هذا الزخم تستمر فيه أن يكون في إنتاج يعني تاخذ ممكن تاخذ منهم أو هم يدخلون معكم في الإنتاج. يعني أنه يكون يصدر، نتمنى يصدر ما شاء الله. أنتم الحين قلتوا تنتجون وايد بس ما شاء الله يستهلك وايد تاكلون وايد. ما تفتنون وجبة واحدة بس تسعد المود الثاني. ما شاء الله تعالوا يا شيخ. السمام والكسكس والتغذية المجاري. ما شاء الله. كم واحدة معك؟ معي واحدة معك معي ثلاثة معي واحدة. تعاملت في كم رجال؟ كم شخص في تعاوني؟ كم شخص معك في تعاوني؟ تعاوني بين 15. 15. طيب استاذ انا عندي اتحاد عندنا 15 تعاوني. ما شاء الله. وكل تعاوني هي اجتماع. انت وين ساكنين؟ ها؟ وين منطقة؟ ساكنين الميناء الميناء. الميناء. ونحدد جميع الأنشطة نشاطات نعدل كسكس ونعدل قرو اللي تنتجونه تبيعونه كذا يباع؟ نبيع هون ونبيع نمشي به نمشي به شهور الموالي وشهور اللجات اللي يحتاجوا له ينباع به. سمعتوا عدل السباق والخياطة ونعدل الخيام أقواطي اللي جبتنا خيام تسوون خيام خيام يعدلوا راح يقيمته تكون أعلى من تبيعها بيدي. الله يبارك.
هاي الفكرة. الحين نحاول نشوف نستعين بخبراء يساعدونا كيف ننتج منتجات لا قيمة مضافة. في ما في فكرة تجي اللي قلتها شنو؟ ان الكسكسي كيف ان نقدر نصدر للخارج. هاي قاعدين نحاول نستكشف من خلال كله دائما يقول عنا معارض الخارجية في سوقي الخارجي في سوقي الخارجي كيف في بوركينا وحتى 2016 مشينا بيلين شوط تركيا ما شاء الله على التناجح نعم التناجح خلص ما يحتاج لا بس ما شاء الله هو نحن هو براند عندك براند؟ عندك اسم شعر 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 لا شعر تجاري مش فوق لا تعمل التعاونيات اللي موجودة في هذا الاتحاد هاي رئيسة الاتحاد انا هي امين العام زوله واتساب عشان يعرف مش نبي المره نبي انواع الاشياء اللي تنتجونها انواع بس كل تعاون يديروا قدامه ذاك اللي تنتج منتوجات هذا تقليدي هذا يا سيدي امك انت تسوونه خلاص انت واضح. صور. حوزي انت عمو صور. اوكي. واضح. خلاص يا معلم نمشي. شكرا المكان. بس. يلا. مشكورين. يلا سلام عليكم.